سلام بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا على خير. مرحبا بكم في القناه ديالي بنات بيوتي. اليوم البنات غندير لكم واحد الفيديو خاص على واحد المنتوج. علاش درت عليه فيديو خاص؟ لانه فريمون يستاهل نظرا للنتائج اللي لقيت عليه. غنعرفكم بيه، غنقول لكم الخصائص اللي فيه، وغنقول لكم الراي ديالي عليه. دونك هذا المنتج هذا هو سميتو فيتال من لامارك باليا دي ام. هاد الكريم هذا هو اونتي بيغمونطاسيون، بمعنى الناس اللي كيعانيو من البقع البنيه، لي تراس ديال الحبوب، دوك الاثار اللي كيخلي لكم الحبوب، الناس اللي عندهم الكلف، يعني هادو من المشاكل اللي كتعاني منهم البشره. ويعني الناس ديما كيقلبوا على الحلول، كتستعملوا بزاف الكريمات ما كتلقاوش عليه يعني نتيجه، ولكن انا هاد المنتوج فريمون لقيت عليه نتيجه. تقريبا دابا مده شهر ونص وانا كنستعملو، باش ما نكذبش عليكم ما كنداومش عليه، يعني كنستعملو تقريبا مره كل يومين، لانه كنساب هاد المرات وبارفوا ما يعني ما كتكونش عندي القناه انني نبدا ندير دي برودوي على وجهي، داكشي علاش ما كنداومش عليه. انا كنصحكم الا بغيتو تلقاو عليه نتيجه دغيا غادي تداوموا عليه. طريقه الاستعمال غديروه، هما كيقول لكم في الكارطونه في دليل الاستعمال خاصكم ديروه في الصباح وفي العشيه، ولكن انا كنصحكم ديروه غير من الليل الليل. علاش؟ لان هاد المنتوجات اللي كيكونوا اونتي بيغمونطاسيون او ضد البقع ما خاصكمش ديروهم الفيزاج ديالكم وتتعرضوا للشمس. هاد من بين الحوايج الغلط اللي كيديروا بعض الناس، لانكم غير غادي تخرجوا على البشره ديالكم. هادو اللي هاد لي برودوي لي بوماد لي كريم اللي كيكونوا اونتي بيغمونطاسيون او ضد البقع خاصكم تستعملوهم غير من الليل الليل، الوقت فاش ما تكونش بين الشميسه. دونك طريقه الاستعمال غتستعملوا غير على الحبه او يعني النقيطه اللي عندكم فيها الاثار، يعني ما غاديش تدهنوا به الوجه ديالكم، يعني غتحطوها بحال هكا على شويه هكا على بلاصه البقعه، وغادي تستعملوا على بشره تكون نقيه. ضروري ضروري تغسلوا وجهكم قبل بشي جيل نيتوايون ولا غسول الى عندكم، ويكون هو اخر كريم توضعوه على البشره ديالكم، يعني من بعد ما ديروش شي كريم واحد اخر او لا، يعني هو فقط. كنصحكم بالمداومه البنات اللي بغيتو تلقاو عليه نتيجه. انا كما قلت لكم دابا كنستعملو شهر ونصف وماشي مداوم عليه، ومع ذلك لقيت عليه نتيجه. كانوا عندي لي تراس ديال الحبوب ومن مده طويله، وما خليت زعما ما درت ليهم، ولكن ما تزولوش ليا. دونك هاد المنتوج انا بديت كنلقى عليه نتيجه، يعني دوك الحبيبات ودوك الاثار اللي خلاو لي الحبوب بداو كيتنقصوا بشوي بشوي، يعني غاديين وكيتزولوا. وكنظن الا داومت عليه مزيان ومشيت يعني بطريقه صحيحه غادي يتزولوا بصفه نهائيه. بالنسبه للثمن البنات هو غير محدد، لان كل فوندور بشحال كيبيع هاد المنتوجات على حساب. يعني انا السيد اللي تعاملت معاه خلى ليا ب 60 درهم، وكيبان ليا ثمن معقول، يعني في ليبارا راه غتاخذوا منتوجات بكثر من 60 درهم وما غاديش تلقاو عليه النتيجه المطلوبه. دونك الثمن كما قلت لكم خلى ليا ب 60 درهم، يعني شوفوا نتوما لي فوندوز اللي كتعاملوا معاهم. واحد الملاحظه غادي نقولها لكم البنات، هو ان هذا المنتوج بدلوا ليه لومبالاج مؤخرا، داروه وقيله باللون صفر، ولكن هما لي ميم، يعني عندهم نفس الفعاليه غير لومبالاج مبدل. دونك الا لقيتوه عند شي فوندو غير خدوه، راه هو نفسه غير لومبالاج تبدل ليه. الناس اللي غيجربوه الا لقيتو عليه نتيجه كيف ما لقيتها انا، ما تنساوش تكتبوا ليا في لي كومونتير. وكنتمنى ان شاء الله الفيديو تعجبكم، وما تنساوش تدعموني بلي لايك ديالكم، ومرحبا ديما باقتراحاتكم، مرحبا بلي كومونتير ديالكم. نتلاقاو ان شاء الله فيديو ماجيات. تهلاو ليا فراسكم بزاف، وبسلامه.